يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم الله أكبر ما شاء الله أحسن بارك الله فيك وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ما شاء الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا صدق الله العظيم.